بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. This is our 21st lesson going through the differences between Bazi and Qunbul. From the Mus'haf we have arrived at the 21st juz of the Quran al-Kareem. The first difference, آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ, recited with the singular form for Ibn Kathir and the plural form for Hafs and Wahidun. هُنَا آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ صُحْبَةٌ دَلَى. And so we say آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ فِي بِنْ كَثِيرٌ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ. And of course, حَرَ الْوَقْفِ, you stop on it with a هَا إِذَا كُوتِبَ بِالْتَيَهَا وَمُؤَنَّثٍ فَبِالْهَا يَقِفْ حَقًا رِضَى وَمُعْوِلَى. نعم. The next difference, وَنَقُولُ, recite with نون instead of a ياء. قَالَ شَوْتَبِيُّ رَحِمَ اللَّهُ فِي وَنَقُولُ الْيَاءُ حِصْنٌ. And so we say what? وَيَقُولُ ذُوقُ فَحَافْسًا وَنَقُولُ ذُوقُ فِي بِنْ كَثِيرٌ. وَكَائِن, we took in Surah Al-Imran, right? وَمَعْمَدِّ كَائِن كَسْرُ هَمْزَتِهِ دَلَى. نعم. وَلْيَتَمَتَّعُوا سُكُونَ upon the lamb, قَالَ شَاطِبِيُّ رَحِيمَ اللَّهُ وَإِسْكَانُ وَلْ فَكْسِرْ كَمَا حَجَّ جَانَدًا. Right? And so we say وَلْيَتَمَتَّعُوا for Hafs and وَلْيَتَمَتَّعُوا for Ibn Kathir. نعم. ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ. Remember there are three عَقِبَةٍ in this surah. Right? The first one, أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ. And قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ. So those two we're not talking about. We're talking about the second one here, the middle one. ثُمَّ كَانَ عَقِبَةُ الَّذِينَ أَسَاءُوا السُّوءَ. So الضَّمَّ فِي ابْنِ كَثِيرٍ قَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَعَاقِبَةُ الثَّانِي سَمَاءٌ. الميت بتغيب بقى في بلد ميت مع الميت خفف وصفها نفر. إن في ذلك لآيات للعالمين. One of the unique قراءات of Hafs, recite with كسرة قندلا من ابن كثير, recite with فتحة للعالمين أكسروا علا. نعم. وينزل خفيفة سورة البقرة. فطرة of course like آيات حال الوقف. إذا كتبت بالتايها ومؤنث فبالها يقف حقا رضا معولا. نعم. وما أتيتم من ربا قال الشاطبي رحمه الله وقصر أتيتم من ربا وأتيتم هنا دار وجها ليس إلى مبجلا. Right? And so you say what? وما أتيتم بالقصر for ابن كثير and وما أتيتم for حفص. نعم. ليذيقهم of course إذا خلافة بزي عن قنبل قال الشاطبي رحمه الله وبنونه يذيق زكا. Right? And so we say that البزي قرأ بالياء كحفص عن قنبل قرأ بالنون. Right? So قنبل says لينذيقهم. البزي سد ليذيقهم. نعم. الريح of course the second one ومن آياته أن يسلوا الرياح. That's متفق عليه. But the second one here you recite with what? الإفراد. Recite with what? Singularity for ابن كثير and plurality for حفص. قال الشاطبي الرحيم وقف النمل والعراف والرومي ثانيا. So the second موضع سورة الروم الله الذي يسلوا الريح فتثير سحابة. Not الرياح as we do for حفص. نعم. أن ينزل have taken it before. فانظر إلى آثار رحمة الله. Of course, آثار here is like with what? Again, singular form for Ibn Kathir and the plural form for حفص. قال الشاطبي رحمه الله. قال الشاطبي رحمه الله. واجمعوا آثاري كم شرفا. واجمعوا آثاري كم شرفا على. نعم. رحمة of course like فطرة. You stop on it with a. We've taken it before. ولا يسمع الصم وتؤن السورة النمل. Right? وقال به في النمل الرومي دارم. قال الشاطبي رحمه الله. ولا قال الشاطبي رحمه الله. وقال به في النمل والرومي دارم. So Ibn Kathir says فإنك لا تسمع الموتى ولا يسمع الصم الدعاء. And of course الدعاء إذا تسهيل as we should know how to deal with that. طيب همزتين من كلمتين مختلفة الحركة فس حركة مفتوحة. So it's like what? تفيئة إلى. نعم. طيب ولا يسمع الصم is the قراءة of Ibn Kathir. طيب فلا فإنك لا تسمع موتى ولا يسمع الصم الدعاء. That's the قراءة ابن كثير. As we took a short النمل and we apply here as well. ضعف 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 the three cases as we took a short الأنفال. وضعفا لفتح الضم فاشيه نفلا وفي الروم يصف عن خلفي. Right? And so we say ضعف 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 and ضعف 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 وحفص both أوجه. As for ابن كثير ضعف قولا واحدا. نعم. فيومئذ لا تنفع وينفع كوفيون. So we start with ياء فور حفص تاء فور ابن كثير. قرآن we've taken before. ليظل وتؤلس سورة إبراهيم قال الشاطبي الرحيم والله يظل يظل عن. نعم. ويتخذها بالرفع ويتخذ المرفوع غير صحابهم. So ابن كثير ويتخذها حفص ويتخذها. Who's we've taken before in سورة البقرة وهوز أن وكو أنفسه أهين فصل آخره. أنشكر قص يضم لزوما كسر في ند حلا قولي دعاء ينقص إلى آخره. We've taken before. يا بني لا تشرك بالله. يا بني إنها. يا بني أقم الصلاة. That's how you read it for قنبل. That's how you read it for who? For قنبل. قال الشاطبي رحمه الله وسكنه زاكن وشيخه الأولى. Right? As for البزي, recite with what? With
sukoon upon the first one, ya bunayyi la tushrik billah, and ya bunayyi in the second one, and ya bunayya in the third one. So remember here, there is some unique differences between bazi and qunbul. When it comes to the first one, ya bunayyi la tushrik billah, both bazi and qunbul agree on sukoon. Both bazi and qunbul agree on sukoon al-ya. So they say what? وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِبْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيِّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. So both Bazi and Qunbul agree on this one. قَالَ الشَّاطِبِيُّ رَحِيمُ اللَّهُ وَآخِرُ لُقْمَانٍ يُوَالِيهِ أَحْمَدُ. طيب وَسَكَّنَهُ زَاكٍ وَشَيْخُهُ الْأَوَّلَ. طيب. And so you recite with what? Sukun on the first case. So they agree. Bazi and Qunbul agree on the first one. The second one, يَا بُنَيَّ إِنَّهَا قَرَأَ أَحْمَدُ أي البزي بالكسر. يَا بُنَيِّ إِنَّهَا يَا بُنَيِّ إِنَّهَا as opposed to قُنْبُلْ قَرَى بِالسُّكُونَ. So قُنْبُلْ says يَا بُنَيِّ إِنَّهَا as opposed to الْبَزِّ يَا بُنَيِّ إِنَّهَا. As for the third one, يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةِ قَرَى الْبَزِّيُّ بِالْفَتْحِ قَرَى الْبَزِّيُّ بِالْفَتْحِ وَقَرَى قُنْبُلٌ بِالْإِسْكَانِ. So the third one, البزي رسالة بالفتحة and قُنْبُلْ رسالة بالسكون. So البزي says يَا بُنَيَّ أَقِمِ الصَّلَاةِ whereas قُنْبُلْ says يَا بُنَيَّ. And so قُنْبُلْ in all three cases قَرَى بِالْإِسْكَانِ. يَا بُنَيَّ إِنَّهَا يا بني أقم الصلاة يا بني لا تشرك بالله. All three cases he recites with what? السكون. As for البزي, he has سكون in the first case, كسر in the second case, فتحة in the third case. يا بني لا تشرك بالله يا بني إنها يا بني أقم الصلاة. As الشاطبي رحمه الله تعالى mention فتح يا بني هنا نص وفي الكل عول وآخر لقمان يواليه أحمد. And so Ahmed agrees, Ay al-Bazi agrees with Hafs in the last mudi', Ay the third one, Ya Bunayya bil-Fatih. As for وَسَكَّنَهُ زَاكٍ وَشَيْخُهُ الْأَوَّلَى, meaning شَيْخُهَ إِبْن كَثِيرٍ كُلُّهُ. So all of Ibn Kathir, meaning Bazi and Qunbul, and the first one they recite what? Sukun. Ya Bunayya la tushrik billah. So the khilaf between Bazi and Qunbul occurs in the last two. Al-Bazi recites the Fatha in the third one, and Kasra in the second one, and Sukun in the first one, Qunbul, Sukun in all three. As for Anushkur, we've taken it before. Now, نعمة ظاهرة وباطنة. رسالة العذاب فهو ابن كثير. قال الشاطبي رحمه الله والأول مع لقمان يدعون أغلبوا سوى شعبة. What's the evidence? نعمة ظاهرة. قال الشاطبي رحمه الله وفي نعمة حرك. نعم وفي نعمة حرك ويكر هاؤها وضم ولا تنوين عن حسن عن حسن اعتلى. Right? And so we recited as what? نِعْمَةً ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً فَهُ إِبْنُ كَثِيرٍ as opposed to Hafs, who says what? نِعَمَهُ, right? نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً. نعم. ذَلِكَ بَأَنَّ اللَّهَ وَالْحَقِّ وَأَنَّمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ. We took the Surah Al-Hajj, recite with what? With ya instead of a ta for Hafs, and a ta instead of a ya for Ibn Kathir. قال الشاطبي رحمه الله وَلَوَلُوا مَعَ لُقْمَانَ يَدْعُونَ غَلَّابُ سِوَى شُعْبَةٍ. بنعمة, of course, حال الوقف إذا كود بالتايها ومؤنث فبالهاي يقف حقا رضا معولا وينزل we've taken before السماء إلا we've taken it before خلقه سكون upon the land for ابن كثير. قال الشاطبي الرحيم خلقه التحريك وحصن تطولا. And so we say خلقه and خلقه. نعم. So خلقه for ابن كثير, خلقه for حفص. أيذا نأينا of course it's مقرر توسط الرعد. أيما we've taken before الماء أيلا we've taken it before as well. طيب أزواجكم اللائي تظاهرون. How do we recite it for Ibn Kathir and Hafs? Of course, when it comes to Ibn Kathir, قنبلا البزي different than اللائي. طيب, so when it comes to اللائي, البزي and قنبل differ. قال الشاطبي رحمه الله بالهمز كل اللائي والياء بعده ذكى وبياء ساكن حجهم ملا وكالياء مكسورا لورش وعنهما وقف مسكنا والهمز زاكيه وجيلا. And so when it comes to قنبل, recite with what? With حذف الياء. When it comes to قنبل, recite with حذف الياء and the affirmation of the همزة without a ياء. And so, of course, we're going to have مد واجب متصل, right? So you're going to say وما جعل أزواجكم اللائي تظهرون for قنبل. However, when it comes to البزي, البزي has two ways of reading it. The first way is to get rid of the ياء and recite with تسهيل upon the همزة. Get rid of the ياء and recite with تسهيل upon the hamza. And of course, here you have the two options of what وما بعد همز ثابت أو مغير. نعم وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر. لا هذا لماذا برش
you have the option of the two awjuh of al-qasr wa at-tawasul. You have the option of two majh, of the two forms of mad. Of course, for Ibn Kathir, he has the option of al-bazi. In this case, he has the option of al-qasr and at-tawasul. And so you can say, وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّهِ تَظَّهَّرُونَ. طيب. So to see upon the hamza, removal of the ya, and the mad before it can be either shortened two harakat or lengthened four harakat. طيب. For al-bazi. And then you have a third wajh, which is wajhu, حذف الهمزة مع إسكان الياء. أو you could say حذف الياء وإبدال الياء وإبدال الهمزة ياء. So حذف الهمزة, حذف الياء, I should say, sorry, وإبدال الهمزة ياء, وإبدال الهمزة ياء. And so it becomes واللاي. And in this case it becomes مد لازم, مد لازم كلمي مخفف, right? It becomes an example of مد لازم كلمي مخفف, right? And so these are the three awjuh you have for al-bazi. So al-bazi you can recite with hadful ya, hadful ya, and tasil upon the hamza, and then you have the wajhan, because hamza mughayyir, hamza mutaghayyira, it's hamza that's changed. And so you have the two awjuh of al-qasru wa al-tawassut, okay? And then you have the third wajh, which is the removal of the ya, then the conversion of the hamza into a ya sakina, and it's a ya sakina asliya, right? And so it becomes, essentially the mad becomes a mad lazim, kilmi, مخفف, and so you recite what? الإشباع, ست حركات, right? And so you say وَلَّا. So in total Ibn Kathir has four ways of reading it. Three for بزي and one for قُمْبُل. قُمْبُل وَجْه is quite easy. وَلَّا, right? And this is of course in this surah, وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّا تَظَّهَرُونَ. طيب. You then have the three awjuh of البزي. وَلَّا. طيب. And then you have الوجه الثاني, which will be the تسهيل الهمزة مع حذف الياء والقصر, and then تسهيل الهمزة مع حذف الياء والتوسط. طيب. So these are the four awjuh we have in total for Ibn Kathir, and of course one wajh for قُمْبُل by himself, and the other three for البزي. نعم. As for تظهرون, that's how I read it for Ibn Kathir. قال الشاطبي رحمه الله تعالى وتظهرون اضممه واكسر لعاصم وفي الهاء خفف وَمْدُ لِلْضَاءَ ذُوْفَلَى, right? And so you say what? For Ibn Kathir, تَظَّهَّرُونَ, تَظَّهَّرُونَ, as opposed to Hafs, تُظَّهِرُونَ. لَا مَقَامَ لَكُمْ. Here of course you have the fatha upon the meme for Hafs. قَالَ شَطِبِي رَحِيمُ اللَّهُ مَقَامَ لِحَفْصٍ ضُمَّ, right? And so Hafs says ضُمَّ upon the meme. So Hafs says لَا مُقَامَ لَكُمْ, and Ibn Kathir says لَا مَقَامَ لَكُمْ. So again a unique qira'ah for Hafs. So Hafs says وَاسْتِي آيَا وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَحَفْصْ, as opposed to Ibn Kathir, وَإِذْ قَالَ الطَّائِفَةُ مِنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مَقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. نعم. إِنَّ بُيُوتَنَا, of course, we should not do this by now, وَكَسْرُوا بُيُوتٍ لَأَخِلِهِ لَا آتَوْهَا, of course, we have حذف المد, right? قال الشاطبي رحمه الله وآتوها على المد ذو حلا. So حفص أثبت المد, as for أقول مد بدل, and as for ابن كثير حذفها. He got rid of it. Ibn Kathir says ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئل الفتنة لآتوها, لآتوها. طيب, as opposed to حفص, لآتوها. طيب, والله أعلم. We then have يحسبون, after taking يحسب كسوسين مستقبلا سمع رضاه إسوة, of course, كسر upon the همزة for ابن كثير. قال الشاطبي رحمه الله, وقال الشاطبي رحمه الله في الكل ضم الكسر في إسوة ندى. نعم. And so you say لقد كان لكم في رسول الله إسوة هي أن أصوص ممتحنة. طيب. However, for حفص إقرابي الضمة أسوة. نعم. إن شاء أو, we should not do that by now, مبينة, وتقول السورة النساء, وفي الكل فافتح, وفي الكل فافتح يا مبينة دنا. نعم. نضاعف لها العذاب ضعفين. That's how Ibn Kathir made it. Ibn Kathir, he says what? مبينة نضاعف لها العذاب ضعفين. That's how Ibn Kathir made it. قال الشاطبي رحمه الله وقصر كفا حق يضاعف مثقلا وبليا وفتح العين رفع العذاب حص نحسن إلى آخره. طيب. And so you say يا نساء النبي من يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة نضعف لها العذاب ضعفين. That's for Ibn Kathir. As opposed to Hafs, مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين.
طيب والله تعالى أعلم. And as we are able to conclude this lesson, and so we'll stop here بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.